التحكيم ليه دور بالنسبه يعني للمصري؟ بالنسبه للنادي المصري التحكيم ليه دور كبير جدا في 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 خساره النادي المصري ماتشين اللي انا فاكرهم كويس قوي، ماتش الزمالك وده توقف فيه محمد معروف والمصري صح. ما استفادش من ايقاف محمد معروف حاجه يعني انا اسمع، انا ما اعرفش اتوقف ولا ما اتوقفش، لا لا اتوقف انا اللي كنت كاتب الخبر ده في المصري، انا عارف فعلا ده الكلام ده حقيقي. المصري ما استفادش من ايقافه، لكن الخطا بتاعه اضر النادي المصري. النادي المصري خسر 3 بوينت. نفس الكلام ماتش سموحه، النادي المصري ضرر بالغ وبرده نفس الاخطاء اتعادت وتكررت، فطبعا ده بيضر النادي المصري. فطبعا النادي المصري من الناس من الانديه فعلا اللي اتضرت فعلا من التحكيم. هي دي مشاكل النادي المصري؟ لا، امال ايه؟ احنا لو اتكلمنا عن النادي المصري، النادي المصري عنده مشاكل كتير جدا، وانا بصراحه يعني بشفق على مسؤولين النادي المصري بامان. ليه؟ النادي المصري عنده مشاكل بقالها فتره كبيره جدا، وعنده اعباء ماليه وعنده مشاكل ماليه كتيره قوي صعب جدا اي حد يحلها. ماشي. يعني فعلا النادي المصري بيلعب بره باستمرار، معسكرات بره باستمرار، بره بورسعيد 11 بص 11 سنه يا اسلام، 11 سنه النادي المصري بيلعب في 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 انا شفت بقى الكلام ده على ارض الواقع. الفتره اللي فاتت ديت شفتها فعلا لما قربت شويه من لا حاجات كتير جدا. النادي المصري بيتكلف سنويا 13 مليون جنيه معسكرات، ماشي، بس كان ممكن كان ساعتها ممكن في سيوله او في فلوس ممكن تحل المشاكل دي كلها. ويمكن المشكله انا شايفها، انا مش عارف يعني فين الناس بتاعه بورسعيد اللي تساند النادي وتساند غير المحافظ بس. انا اعرف اللي وعد غضبان بامانه كان زمان ايام الحاج عبد الوهاب وطاووس. ما انا بقول لك لا انا عارف، انا عارف ان المجلس الحالي كامل ابو علي، المجلس الحالي الى حد كبير بيحاول، ولكن المشاكل كتير قوي كبيره قوي. النادي المصري لو لعب في اسماعيليه، لو لعب في اسماعيليه، انا عارف ان في مؤتمر حاليا بيتعمل في بورسعيد فعلا بيطلبوا ان الدوري بس بتاعهم يتلعب في اسماعيليه، ماتشات تلعب في اسماعيليه مش بورسعيد، تلعب في اسماعيليه. طب ولو تلعب في اسماعيليه من غير جمهور احنا موافقين، مفيش اي مشكله. لا يتلعب في القناه، يتلعب في استاد القناه، يتلعب في يعني عادي جدا يتعمل ماتش وماتش، ايه المشكله؟ فانا عايز اقول ايه؟ دي هتخف عن النادي المصري حاجات كتير جدا. اللعيبه هتتمرن في بورسعيد والفرقه هتتمرن في بورسعيد، ده برده حاجه فنيا ومعنويا مع الجماهير بتاع النادي المصري ومسانده الجماهير للاعيبه هتفرق كتير جدا، والجهاز الفني هتفرق كتير جدا مع اللعيبه وهتفرق كتير جدا مع النادي، هتوفر فلوس كتير قوي فعلا، هتحل مشاكل كتير جدا. لعبوا في اسماعيليه هتحل مشاكل كتير جدا. معين الشعباني ماشي اخر السنه؟ لا انا من الناس بصراحه اللي انا فعلا معين لازم يقعد، لازم ياخد وقته وياخد فرصته. طب ما هو هيقعد وياخد وقته والمجلس ما بيساعدوش، ومره يحولوا له المرتب بالجنيه المصري، ومره اللعيبه ما تنزلش التدريبات. بص يا اسلام، هي مشكله الفلوس برضو مشكله مؤقته ان شاء الله، وفي طريق الحل. انا اعرف ان في حلول ان شاء الله ليها وهتتحل. لكن هو عيب على معين عدم نزوله التدريب. يعني انا شفت في التقرير انه نزل دلع التدريب يوم او اتنين. أيوة. وده طبعا صعب جدا، مفيش مدرب في الدنيا مدرب حتى برضو حتى لو الفلوس مش مرحتش، الفلوس دخلت. الشعباني ده اسمه كبير قوي. ماشي النادي المصري حاطه له فلوس بس بالجنيه المصري مش بالدولار. أيوة أنا عارف. يمكن في ازمه دولار فممكن يكون ما فيش سيوله للدولار. عرضوا عليه يستنى شويه لغايه ما فهم حطوا الفلوس عشان يبقى هم الناس ملتزمين. يعني انا عايز اقول يعني غلط ليه؟ انا كمدير فني لما انا امتنع عن الـ 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 التدريب، ده اللي كان متوقع لما اللعيبه امتنعت عن التدريب، معين نفسه مش قادر اكلمهم، ما انت امتنعت قبل كده. فدي بقت مشكله للاداره ومشكله للنادي المصري، وما ينفعش يحصل الكلام ده لا من اللعيبه ولا من الـ من الـ من الـ رغم ليهم العذر وليهم استحقاقات لازم ياخدوها واحنا بنعذرهم، بس معلش في ظروف. احنا كنا في النادي المصري يا اسلام بنقعد بالخمس ست شهور ما نقعدش، وما كانش عقود بقى. لا الدنيا ماشية كابتن يعني ما مختلفه يعني فرقه كانت مختلفه تماما. طب حلو، احنا كنا فرقه مختلفه يوسف، بس ما كانش فيه فلوس.
يعني ما كناش بنلعب بفلوس. يعني انا كمان كان بيلعب فوسه لما نخش عليه خمس ست شهور نقول له ايه عايزين فلوس، يقول لك احنا بنلعب عشان فلوس. لا مش عشان بنلعب عشان النادي ونلعب عشان الجميل وننزل التمرين ونفضل نتخانق ونعمل برضه في التمرين. عمرنا ما اتغيبنا على التمرين، عمرنا ما سيبنا التمرين. الفكر بقى مختلف بالنسبه للثقافه يمكن بتاعت اللاعبين طبعا. يعني معلش يعني الوقت للافضل ولا الاوحش؟ الوقت الافضل. يعني انت كلاعب انت ضامن حقك، ضمنه ضمنه هتاخده هتاخده. يعني ما كناش ضامنين اي حاجه، ما كانش عندنا عقود، ما كانش عندنا اي حاجه. انت وكمان ايه، انت ممكن تفسخ عقدك. انا كنت افسخ عقدي ازاي؟ ايامنا كان في فسخ عقود ان قاعد. فانا عايز اقول اللاعب لا اصبر شويه هتاخد. يعني هتاخد حقك وهتاخد فلوسك. المصري او اي نادي مش قادر ياكل لعيب في فلوس، لانه طبيعي ياخد عقله لو ما كانش هيشتكي وياخد فلوس. فانا عايز اقول دي اللي كان كبوه وتعدي. فانا من الناس اللي معين شعباني مدرب تاريخه كويس، المدرب لا هو برده ما اختارش لعيبه، ما جابش لعيبه. فلما يكون موجود من اول موسم زي حسام حسن في الاتحاد ويقدر يجيب لعيبه، انا متهيألي ان هو ممكن يعمل نتائج بعد كده كويس.